بينتينج، ازاي نعمل لبورتريه اندر بينتينج بشكل صح. طبعا النهارده اللوحه زي ما احنا كنا متعودين قبل كده ان اللوحات بتاعتنا دايما بتكون متجهزه على لون ابيض، يعني هتلاحظوا ان اللون اللي احنا عملناه النهارده هو لون رمادي ونزلنا بالبورتريه الاوت لاين بتاعه كامل، يعني هنبدا نشتغل على طول الاندر بينتينج عشان الحلقه ما تبقاش طويله اكتر من اللازم. بداية عشان نرسم الأندر بينتينج زي ما اتفقنا قبل كده هنستخدم اللون ده اللي هو رو أمبر، الرو اللي هو البني المحروق، ونبدأ نخففه بترابنتين زي ما احنا اتفقنا قبل كده عشان هنبدأ نرسم بيه اللوحة كاملة بنفس التفاصيل اللي احنا عايزين نرسمها. لوحة البنت دي هي بنت من أرياف مصر من الأهلية، وحبيت أبدأ إن أنا أرسم صورتها لأن فيها يعني نظرة حلوة أو في تفاصيل حلوة في الصورة بتاعتها. بداية كده عشان نشتغل يعني ما ننساش برضو فضل المصور اللي صورها، هو شاب يعني من شباب الأهلية وبرضو صور الصورة دي وأنا أعتبرها من الصور الجميلة قوي الحرفية، فعشان كده هنبدأ نشتغل عليها وإن شاء الله هنتواصل مع بعض لو في اي فكرة او حاجة انتوا حابين تعرفوها بعد ما نخلص. طيب مبدئيا كده الرو امبر طبعا هو اللون الاساسي اللي بنرميه وده بيبقى مناسب جدا للون البشرة، فنجي نمسك كده الخطوط بتاعتنا تبقى كلها خطوط واضحة كأن انا برسم اللوحة كاملة من A to Z، يعني انا بشتغل عليها كأن انا برسمها رسم كامل. هنمشي على الاوت لاين اللي احنا عملناه كله، ومعنى ان احنا نمشي على الاوت لاين يعني معناها ما ينفعش لا نروح يمين ولا شمال عن الخطوط المرسومه، لان الخط المرسوم قدامنا ده هو ده اللي من خلاله بنعرف يعني تفاصيل الشخصيه، وده مهم جدا عشان الناس اللي بترسم وينسى يمشي على التفاصيل المهمه جدا في الشخصيه ويبدا يحيد عن الشكل، فبالتالي الملامح بتتغير تماما. فاحنا مهم جدا لما نعمل اوت لاين نهتم جدا الاوت لاين ده، ما ينفعش ان انا اغير في شكله. هنمشي خطوات واضحه وسريعه لملامح البنت، هو بنت صغيره في سن صغير فان شاء الله ملامحها تكون حلوه في الرسم. طبعا الاوت لاين الاهم حاجه فيه ان احنا الصوره، يعني اي تطور في الصوره هتلاقوه ظاهر بشكل واضح جدا، يعني الرسم بدرجه واحده من اللون بيديلك تصور لشكل اللوحه في الوضع النهائي، وده المطلوب ان انا دلوقتي أبني الصورة من الأساس على تفاصيل، ما مش لون كده مصمت وخلاص، لا نهتم بالتفاصيل فيها. الضوء والظل نسقطه في مكانه الصح، كل التفاصيل اللي احنا عاوزين نعملها في مكانها الصحيح. هنا هنلاقي
ننزل بالأماكن اللي فيها الظلال عشان نحدد أماكن الظل الأول، وبعدين ننزل بالأماكن الفاتحة. كل اللي احنا رميناه دلوقتي الأماكن اللي فيها ظل، فبالتالي ظاهر للناس قد ايه ان انت مهتم الاول بالتفاصيل اللي هي الخاصة بالظل، ما ننزلش بالإضاءة الاول. يعني احنا كل شغلنا على الظلال اللي موجودة في البشرة، يعني الضوء بتاعنا لو ساقط من هنا هتلاقي الظلال كلها منعكسة في الاتجاهات، بس عشان الضوء ساقط دايركت فتلاقي في ظلال هنا وظلال هنا. اوكي، اماكن الشعر برضو ايه نعمل حسابها ان هي تبقى منابت، يعني كل الأماكن اللي بنزلها دي هي أماكن معتمة. تمام، طبعا احنا ايه ده الانف اهو، نشوف طول الانف كده هتلاقي هنا ايه بداية منبت الشعر، هيبقى المنطقة دي. نعمل حساب اللي ايه التفاصيل،
نحاول نخفف اللون اكتر عشان نشتغل بارتياح. طالما رسمنا التفاصيل الصغيرة نرمي لون بقى براحتنا. نشتغل التفاصيل اللي احنا عاوزينها. من الأماكن اللي فيها ظل هنا مثلا حاجات زي كده، الأماكن اللي فيها ظل هنا الحتت اللي متوقع الظلال تكون ساقطة فيها، يعني هنا المناطق زي مثلا الابتسامة، الحتت اللي دايما الظل اساسي فيها. شوف برضه طالعه مع الابتسامه بتاعتها، هتلاقوا الابتسامه اهي شفه كده وطالع معاها الظل، برضه ظل هنا، الظل برضه ساقط مع ده. الاماكن اللي يبقى ساقط فيها الظل ما نخافش، ننزل باللون عادي، لان طبيعي ان احنا بنعمل التدريجات دي وبعدين نبدا نرسم الشخصيه بوضوح. الأول بنبقى حريصين بس واحنا بنرمي اللون، وبعد كده نرمي اللون ونبدأ ندمج بقى عادي شغلنا ونعرف كل حاجة في مكانها الصح فين. اوكي كده كده نبدأ، ممكن حاجة خفيفة خالص كده عشان تبين الشفة. طبعا هناخد الظل من المنطقة اللي بتبقى تحت الشفة، يعني انت عندك ظل هنا وفي ظل تحت الشفة، يعني بعمل الحساب ده تمام. ننزل بقى بالأماكن المعتمة، يعني مثلا زي اللي هنا دي كلها أماكن معتمة، الأماكن اللي فيها ظلال كتير زي دي برضو وملفة، الحاجات اللي في القماش، يعني مثلا لو دخلنا نعتبر ان القماش داخل داخله كده، او مثلا كده كده اهو، برضه نفس الحكايه هنا. الاماكن اللي فيها ظلال ندي الاوت لاين بتاعنا من بره عادي، طالما مفيش ظل يبقى خلاص الاوت لاين اهو. الاماكن مش هنعمل فيها ظل، ده كله الاندر بينتينج. بنجهز اللوحه كامله، كل التفاصيل كل حاجه، كاننا هنرسمها للاخر بس بنظام الاندر بينتينج اللي هو لون واحد. طبعا افضلهم اللي هو اللي احنا بنستخدمه الورو اكبر ودرجه البني المحدوده بس. وننزل بقى نغطي الاماكن الزياده. طبعا الاماكن دي نغطيها مثلا تانية تخيل بقى ده الإشارة، أي تانيات فيه بقى نعمل في تانية هنا بالك ده برضه، أي حاجات تتوقعها في اللبس حاول إيه ما يعني نشتغل عليها ما ننساهاش، يعني هي مهم جدا التفاصيل ولكن ما ننساش التفاصيل بتاعت اللبس لأنها تدي عمق للشغل. نيجي طبعا في الأماكن اللي فيها اللبس ممكن نغطيها خالص ونبدأ نشتغل عليها
يعني على حسب ما العين تجيب. فنخفف خالص اللون بالترابنتين، يبقى أخف حاجة عشان نغطي المساحات. تمام اهو كده، دي المساحات اهي بتتغطى. نغطي المساحات لو مش هنحتاج نشتغل عليها بشكل واضح. زي ما انا بعمل كده ننزل على اللون، طالما مش هنشتغل عليه بشكل واضح دلوقتي. أنا يهمني التقسيمة تبقى للوش بس، يعني اللبس ده هنشتغل فيه براحتنا بعدين. مش هو اللايف دايما بيبقى طويل، لأن أنا إيه بحب نشتغل مع بعض في كل التفاصيل. زي ما اتفقنا الأندر بينتينج بنخفف الألوان ب تينر أو ترافنتين. تمام، نخففها بالإيه؟ بداية عشان ينشف بسرعة، عشان لما أبدأ أشتغل الوش التاني وهكذا. هنخلص بس الجزء ده، اللي وراه حاجة ممكن تجهز فنجان قهوة أو كوباية شاي أو أي حاجة، وتعالى على ما نخلص رمي لون تكون يعني جالنا فرصة نرجع تاني للوش عشان نبدأ نرسم ملامح الوش. بس لو مشغول دلوقتي ممكن تجهز لك حاجة معاك أو وراك حاجة، احنا قدامنا وقت طويل قاعدين نشتغل براحتنا. اللي مستعجل يقدر يروح يعمل حاجة. ليه بنغطي اللوحة كلها؟ لأن لما بتعمل الطبقة دي خلاص اللوحة بتبقى شربت اللون كامل، فبقى عندك فرصة ان انت لما ترمي لونك ينزل لون واضح وصريح، ما بقاش فيه يعني بهتان ولا اللوحة تشربه. فانت كده رميت كل الالوان اللي عندك بشكل كامل، وده بيحافظ على ايه؟ ان الارضية تبقى خلاص تشبعت بالالوان. اما انت تعالى مثلا تجيب الدرجة اللي انت عايز تستخدمها وتحطها، هتشربها اللوحة بعدين تبهت وهكذا، كل شوية عايز تزود. اما لما نيجي نعمل اندر بينتنج خلاص هي شربت الالوان كاملة. مجرد انها شربت الالوان كامله زي ما احنا بنعمل كده، بيبدا الجسم خلاص بتاع اللوحه يبقى متشبع، ترمي له اي درجه لون بعد كده هتبقى عادي جدا بالنسبه له. واشتغلوا وانتم مستمتعين، بلاش شغل اللي هو السرعة وان انا عايز اخلص الشغل بتاعي في وانا قاعد على طول. ده زيت لما على مهلنا خالص. اكيد الناس اللي شافت الفيديوهات بتاعتي قبل كده فاهمة يعني ايه زيت ويعني ايه صبر مع الزيت. مفيش حاجة اسمها استعجال مع خامة الزيت بالذات، يعني لان خامة الزيت تخدع، يديلك في الاول شعور ان انت تمام وخلصت كل حاجة، تيجي تبص تلاقي نفسك لسه في الاول، لسه ما عملتش حاجة.
اتفقنا احنا محتاجين دايما نغطي كل المساحة. ممكن نجيب عشان المساحة اللي بره نجيب لها فرشة اعرض عشان تكون منجزة اكتر يعني. ممكن تنجز اكتر يعني. Okay. طبعا درجات اللون بتستهلك قوي في الارضيات دي، تعملوا حسابكم ان اللون محتاجين كمية لون حلوة يعني. زي ما اتفقنا المرحلة دي مرحلة مهمة جدا لتأسيس اللوحة. أكتر الناس بتقع في المشكلة دي إن يلاقي اللوحة كل ما يديلها لون كل ما تبقى باهتة وكل ما تبقاش قوية. فإحنا في المرحلة دي بنحاول نكون الأساس بتاعنا قوي. زي ما اتفقنا كده ننزل باللون نملى كل الفراغات اللي ناقصه عندنا. طبعا انا يعني ايه في حاجات مش هتبقوا شايفينها تحت اللي هو بقيه اللوحه
هي مش مهمة يعني. أنا بس ما عشان يبقى خلصنا من كل اللوحة مفيش حاجة فيها محتاجة تجهيز. طبعا الفرش زي ما اتفقنا قبل كده لازم تكون نظيفة وتكون مجهزة على طول انها للرسم. ما ينفعش نسيب الفرشة تتبهدل. وطبعا تقدروا تدخلوا على اللينك اللي يبين ازاي بتنظف الفرش، فده مهم قوي تتعلموا ازاي تنظيف الفرش عشان نحافظ عليها تشتغل معانا لوقت طويل. يا اما هتلاقي نفسكم كل شوية رايحين شارين فرش، كل شوية محتاجين نغير الفرش، فده مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ازاي نعمل صيانة للادوات اللي احنا بنشتغل بيها. ماشي. تقريبا لوحة كده تفاصيل يعني بيشتغل زي اللي بيشتغل بالفحم. شفتوا اللي بيشتغل بالفحم بيشتغل ازاي؟ بيشتغل يعني ابيض واسود. احنا نفس الحكاية هنا في اللوحة هنشتغل ابيض واسود نفس الطريقة. يبقى خلصنا اللوحة كاملة كأنك بترسم ابيض واسود. تيجي على ملامح الصورة كأنك ترسمها بالظبط ابيض اسود. مش مطلوب منك ان انت تعمل اكتر من كده. نعتذر للعطل الفني ده. بس غالبا الشاحن كان هيقع فبنظبطه. هنيجي بقى في بعض الحاجات اللي ايه مهم ان احنا نبينها. عندك دلوقتي الملامح، ننزل على البشرة بدرجة خفيفة قوي، درجة خفيفة خالص. ممكن نجيب فرشة أكبر شوية عشان نصحح كويسة. نبدأ نرمي لون على الأساس كله. احنا بس رسمنا كده عشان تشوف الحدود اللي احنا هنشتغل بيها. نرمي لون متجانس ونبدأ نخف الأماكن اللي فيها إضاءة والأماكن اللي فيها الظلال نسيبها وهكذا. فده مهم قوي ان احنا كل ده نعمله دلوقتي. طبقة خفيفة جدا من الألوان. تكون واضحة دلوقتي. شوفوا هنعمل طبقة خفيفة قوي من الألوان بعد ما احنا شفنا الملامح مكانها فين. هوريكم ازاي بقى ننزل بالتقيل والخفيف.
على البشرة. هنيجي دلوقتي زي اللي بيعمل ايه؟ زي اللي بيرسم بالفحم بالظبط. هنشتغل بهدوء، يعني مفيش حاجة اسمها استعجال في الرسم بتاعنا. هنيجي في الأماكن اللي محتاجة إضاءة، قطعة قماش، قطن، ونبدأ نخف اللون اللي في ماء الأماكن اللي فيها الإضاءة. تمام؟ الأماكن اللي فيها إضاءة زي كده. والأماكن اللي فيها الظل نسيبها زي ما هي. تمام؟ أهو. الأماكن فيها إضاءة بس. ونيجي هنا في الأماكن اللي فيها الظل نسيبها. ننزل بالظل بتاعنا زي ما انتوا شايفين. شايفين اللقطة كده؟ نيجي على العين مثلا، اهي منطقة كلها اضاءة. المنطقة اللي هنا كلها اضاءة. بس ونيجي على الجفن كده، ايه، حاجة خفيفة. ماشي. تحت العين كده. نيجي برضو. مش عارف الكاميرا باينة ولا لا. ايوه. أو منديل المتاح عندك أهو. اللي احنا بنعمله ده تكنيك في الشغل، ده تكنيك شغل. في ناس بتشتغل بطريقة تانية، أنا بشتغل بالطريقة دي. كل واحد ليه طريقته في الشغل. أهو ندي الإضاءات اللي بتبقى في العين أهي. شايفين الملامح؟ بدأت توضح ملامح من خلفية ما كانتش موجودة أصلا. يعني الملامح بدأت تطلع من الصورة. لأن الأرضية شربت وأنت شغال زي اللي شغال بالإيه؟ بالفحم، زي اللي شغال بالفحم بالظبط. تدي إضاءاتك عادي خالص كأنك شغال بالفحم. الناس اللي شغالة بالفحم تفهم أنا أقصد إيه؟ أوكي. بدأ يدي لك بعد شوية، بعد للصورة، يعني بيدي لك ملامح وتفاصيل كانت غايبة عن العين في الأول. شوفي احنا عملنا ده،
اخف بس الظلال. تمام. نشيل اي زيادة بقى للون من الصورة. الالوان الزيادة اللي موجودة على الصورة نبدأ نشيلها خالص بقى من على الصورة. نجيب منديل زي كده او قطع اسفنج او قطع قماش ونشيل الالوان الزيادة من على الصورة زي ما تشوفين. واللوحة اتشربت تماما، نبدأ بقى نشيل كل اللي احنا عملناه مع الحفاظ على التفاصيل اللي احنا رسمناها في الأندر بينتينج. شايفين التفاصيل؟ كده انت لوحتك بقت ايه؟ متشربة جزء كبير جدا من الالوان، وفي نفس الوقت حددنا الخطوط الرئيسية او النيجاتيف اللي انت بتشوفه. لو حد مثلا كبير افتكر الالوان سوري افتكر التصوير بتاع زمان كان فيه نيجاتيف كده بتطلع الصورة ابيض واسود فيها. فاحنا زي اللي عملنا النيجاتيف بتاع الصورة، طلعنا النيجاتيف بتاع الصورة. يعني الصورة لها ملامح، الملامح دي نقدر نطورها في بقية الرسم، ولكن هي بتبدأ من الأول كده فيها تفاصيل صغيرة جدا مش هتبان إلا بعد ما نرمي اللون. تعالوا نبص كده. انا برضو عايز اطمن ان انتوا موجودين معايا لو حد عنده سؤال او عنده استفسار عشان نستمتع مع بعض باللايف ده. يعني يكون اجمل كتير يعني لو انتوا موجودين معايا على اللايف. فياريت اي حد عنده سؤال فأنا في انتظاركم. يعني أنا في انتظار أي حد عنده استفسار أو حابب يسأل. يا أهلا بيكم. شايفين التفاصيل اللي موجودة؟ هي ممكن ما تكونش يعني واضحة بشكل كامل عشان الإضاءة أو انعكاس اللون احنا شغالين بيها، فهيقول لك قد إيه إن احنا يعني أظهرنا الملامح الأساسية للصورة، وده مهم جدا إظهار الملامح الأساسية للصورة. أوكي. طبعا بعد ما بنعمل المرحلة دي بنبدأ نشتغل التفاصيل المهمة بتاعتنا، اللي هو نبدأ
نكتر مناطق الظلال، نشتغل على الظلال، بعد الظلال نبدأ نرمي إضاءة. المرحلة اللي احنا فيها دي ما ينفعش نزود في التفاصيل أكتر من المسموح. يعني إيه المسموح؟ التفاصيل دايما بتبقى عايمة، عشان كده لازم نشتغل بحرص فيها. هنيجي دلوقتي في المرحلة دي إن احنا عايزين نخلي الملامح واضحة أكتر. هتكون إزاي الطريقة بقى؟ بنيجي ببساطة كده، هنجيب أي أستيكة أو ممحاة أو جمة زي ما بتسموها عندكم يعني، ونبدأ ناخد نخلي الممحاة أو الجمة دي رفيعة بالشكل ده، يعني صغيرة مش حجم كبير، ونيجي الأماكن اللي فيها إضاءة عشان نظهر الإضاءة دي. نيجي نمشي كده، شوف الأماكن اللي فيها إضاءة، واضحة الصورة؟ الإضاءة بدأت تبان هنا اهي. نيجي مثلا للعين اهي، نشيل التأثير بتاع اللون بالجمة دي أو المسح أو أي اسم انتوا بتسموها في بلدكم اهي. عشان كده بقول لكم لازم نصبر مع بعض، طالما بنرسم زيت يبقى لازم نصبر مع بعض لغاية ما نوصل لنتيجة حلوة وكويسة وواضحة. نشتغل كده بهداوة يعني. طبعا العين مثلا فيها، طبعا لازم ننظف الاستيكة على طول اول باول، عشان هي بتلم طبعا لون معها، فنحن نشتغل بهدوء وفي نفس الوقت نبقى حريصين انها ما تتوسخش. نيجي هنا برضو على العين التانية اهو، الاماكن اللي فيها اضاءة، لان انا ما اقدرش امسح اعمل الاضاءة طول ما الوان الزيتين لسه طرية. اما انا قعدت اتكلم معاكم وسبتها تهدى شوية، وابدأ ايه ارمي الاضاءة. هنا فين عندنا اضاءة في العين من جوه، نن العين هنا في اضاءة تمام، حوالين ده برضو في اضاءة، حوالين النن يعني اهو، لان العين ما بتبقاش مصمطة 100%. تمام، لما نيجي عند الانف، الانف في الاماكن العاليه يعني زي اماكن زي دي، زي المكان اللي هو الشفت ده او القائم ده، كله بيبقى مضيء، المنطقه دي بتبقى مضيئه. شايفين بدا يبان تفاصيل كانك بترسم بالقلم الفحم بالظبط. قصه ان احنا والله انا مستعجله او انا مستعجل ما فيش ورايا وقت اقعد اعمل التفاصيل اللي بتقولها دي، يبقى ابعد عن الفحم خالص، ابعد عن الفحم. ومحدش هيقول لك التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي، ان انا اقول لك هات كذا او اعمل كذا، فبالتالي التفاصيل دي يعني ما بيحبوش يقولوها، ما اعرفش ليه، هل هو سر عسكري ولا ايه، بس ما بيحبوش يقولوها. ف ننزل باضاءتنا للاماكن اللي احنا شايفين فيها اضاءه، يعني مثلا اهو حاجب تحته اضاءه وهكذا واحنا ماشيين. انا مش عايز اكبر الفيديو اكتر من كده يعني، بس التفاصيل اللي احنا بنقولها دي اهو، ننزل الاماكن اللي فيها ضوء صريح، يعني شايفين اهو ده كله اضاءة صريحة. طبعا خد اهو، خد كامل اضاءة صريحة اهو. ونشتغل بايدينا عشان نتعلم ازاي نستخدم اللون، اللون يجي معانا بطريقة صح. كل ده مش هيظهر الا واحنا شغالين بايدينا. للناس اللي حابة ترسم زيت بشكل مظبوط يعني، برضو دي إضاءة فوق الشفايف، دايما الشفة هتلاقي نصها مضيء ونص كده مش مضيء، يعني في إضاءة ورسمة الشفة من فوق. وأنا ماشي كده أوكي، وأنا برضو مكمل الحتة بتاعت الشفة من هنا. وضحت الصورة؟ لما نيجي نرسم برضو الشفة من هنا، الجزء اللي تحت ده كله بالتعريج اللي فيه، كل دي بتبقى مضيئة اهي. بدأت تبان لك شوية الشخصية لمحها ايه اهي. عشان توضح الصورة اكتر اهو،
الناس اللي دارسه ضوء وظل وفاهمه ان لازم نراعي قوي الضوء والظل. مفيش حاجه اسمها اشتغل كده بالبركه يعني، مفيش شغل بركه، لازم الشغل يكون مظبوط جدا عشان تطلع نتيجه ممتازه ويكون نتيجه جيده. يعني النتيجه ما تبقاش مجرد ان انا شغال وبعمل برمي الوان وخلاص، لا، احافظ على اني يبقى الحاجه ريل، يعني حاجه حقيقيه ما فيش فيها اللي يشوفها يقول لك ده الوان. لا، احنا عايزين نوصل للمرحله دي. هي مرحله طبعا صعبه شويه، محتاجه شغل كتير، وانا يعني حبيت ان احنا نمشي مع بعض لايف. ليه بقى؟ عشان لما تشوف بعينك ملامح بدات واحده واحده تظهر. بنسيح الالوان مع بعض عشان ما يبقاش في حدود للضوء والظل. اهو ممكن في إضاءة تلاقيها ساقطة من هنا مثلا، اهي إضاءة من هنا، إضاءة هنا أعلى شوية، اهي كل دي. الناس اللي بتسجل بقى والكلام ده فأنت ما تلحقش تشوف حاجة، ما تعرفيش هو بيعمل إيه أو ما بيعمل إيه اللي عمله في اللوحة، أنا مش فاهم. لانه بيسجلوا بسرعه، اللي هو اللابس تايم او الوقت التسجيل السريع ده، فبيزودوا مثلا 500% 600%. تيجي تبص تلاقيك ما انتش لاحق اي حاجه، ولا انت عارف تجيب الشخصيه، ولا انت فاهم هو استخدم الفرشه ازاي او ما استخدمش الخامات ازاي. كل ده مش هيبان نهائيا. الملامح نحاول بكل ما نقدر على قد ما نقدر، يعني ان احنا نظهر الملامح في المرحلة دي. طبعا عشان اظهر الملامح الموضوع بياخد وقت، بشتغل على مهلي خالص، ما بقاش مستعجل عشان النتيجة تبقى حلوة ومرضية. ولكن مع بعض دلوقتي انا قلت ان احنا ايه، نعرف السكة. هاي في مناطق فيها اضاءة اعلى اللي هي قرب العين، يعني تبقى الاضاءة بتاعتها اعلى. تمام، وهكذا. يعني تقريبا اديت لكم المفتاح، يعني المفتاح ازاي نتعامل مع اللون، ازاي نستخدمه، كل ده. ده حدود العين من بره. يعني انا مش عايز اشتغل كل اللون معاكم دلوقتي، لان لو اشتغلتها او انتوا قولوا لي حابين ان احنا اللايف دايما يبقى شغل كامل للوحه بكل التفاصيل اللي انا بعملها، ابعتولي عشان من كلامكم انا هبدا انفذ الطلب. يعني انا اللي خلاني ارسم دي ان في متابعه وشخصيه جميله قوي بتتابعني، طلبت قالت لي فين البورتريه، يعني فين البورتريه، فين التفاصيل. فروحت على طول جهزت البورتريه وقلت يلا اشتغل. فمهم جدا الأماكن اللي فيها ظلال بنسيبها بظلالها، وهكذا. كل مادة بتبان الصورة، بس أنا مش عايز يعني أخذ الوقت كله في التجهيز بتاع الصورة. طيب ده نعمل إيه يعني المرحلة دي يتعمل فيها إيه؟ المرحلة دي هي المرحلة اللي اللوحة اتشبعت فيها الألوان، هي اللي جاهزة دلوقتي عشان لما هكون عايز أشتغل أكون جاهز للشغل. يعني مش دي المرحلة بقى اللي أصعب مرحلة ولا حاجة، لا، دي المرحلة اللي بتخدم الشغل كله. بناء على المرحلة دي أبدأ أنا أرمي بقى ألواني كده. الملامح الشخصية اللي أنا كنت عايز أرسمها هي ظهر قدامي، تفاصيلها قدامي. أبدأ بقى من خلال الملامح اللي أنا جهزتها أو التفاصيل اللي أنا عاملها أبدأ أرسم الفكرة. المرحلة اللي بعد كده بعمل ايه؟ بنزل بالالوان بتاعتي، الوان بقى بسمك كويس، ما فيش فيها، يا ريت ما نخفش الالوان بالزيت، يعني نشتغل بسمك اللون. وطبعا هنرسمها مع بعض يعني ان شاء الله، بس انا بتكلم دلوقتي ان يعني دي مرحلة مهمة قوي الناس اللي شغالة تكون فاهمة ان دي هي المرحلة اللي انت بناء عليها لوحتك بتنجح او بتفشل. يعني هو واضح اللي انا بتكلم فيه، شايفين اللوحه
تفاصيلها بقت في عقلك ظاهرة دلوقتي، ملامحها واضحة. فده مهم قوي ان انا لما اشتغل، يعني مفيش مرحلة تسبق مرحلة، ما ينفعش. لازم لما اشتغل يبقى مرحلة متكاملة، ولازم اقدم فيها الشغل بتاعي بشكل جميل واضح. هتلاحظوا ان انا اهتميت بالوش، التفصيلة بتاعته، اللبس طبعا او الحجاب اللي على دماغها، الخلفية، كل الحاجات دي من السهل جدا ان احنا نشتغلها بهدوء، يعني مش مستعجلين. فانتوا خلوا بالكم الحتة دي، ان انتوا دايما شغلكم يكون نظيف، الارضية تكون مخدومة كويس، نستخدم التربنتين في المرحلة دي، بعد كده نتوكل على الله، نسيبها تجف جفاف تام. ما ينفعش جفاف سريع، تجف كويس جدا عشان لما نبدأ نرمي عليها اللون تبقى يعني نقول ايه، دسمة، الالوان بتاعتها قوية. فده المهم عندنا. ان شاء الله تكون الحلقة دي يعني ادت اضافة او فادتكم بحاجة. برضو في نفس الوقت بعتذر عن الاضاءة اذا كانت مش مظبوطة، لان عندي الاضاءة عالية قوي في الغرفة او المكان اللي انا بصور فيه في الاستوديو بتاعي ده. وفي نفس الوقت يعني اظن ان الدنيا واضحة، ما هيش سيئة بالدرجة، ولكن لو قربناها كده من الكاميرا اظن الملامح يعني كفيلة انها تقول انا موجودة هنا. واشوفكم على خير. باي باي.